أي دمعة حزن، لا لا لا، اشتقت إليك فعلمني ألا أشتاق، علمني كيف أقص جذور هواك من الأعماق. إيه الغنى الحلو ده؟ إيه اللي عمله عبد الحليم فينا وفي الأغنية؟ إيه الحالة اللي إحنا عايشينها معاه؟ يعني إزاي بنحتفل بالذكرى رقم 45؟ توفى العندليب عن عمر 47 عام، فتخيلوا أن الذكرى قربت تقارب عمر اللي عاش وأنتج فيه كل هذه الأغاني والمشوار، وإحنا جيل ورا جيل بنغني حليم. الذكرى زي ما قال الفيلم التسجيلي اللي عملوه الزملاء الأعزاء هنا، بيقول إن إحنا بجد هو مارس الحزين. لا، هو مش حزين، هاخد من العندليب أي دمعة حزن لا، وهقول نبتدي منين الحكاية. حكاية حليم اللي إحنا دايماً كل سنة بنسمع حكايات جديدة وقصص مختلفة وتحليل ورؤية. هو أسطورة، أسطورة كبيرة، سر استمر حتى الآن، والسر مازال فيه حكايات كثيرة. ناس كتير بتيجي وبتروح وبتقول كلام كتير، بنبحث في الأغنية، بنبحث في المقام، بنبحث حتى في اللحن، في الغنى الوطني، في الأغنية العاطفية، في الأغنية القصيرة، في الأغنية الطويلة. حليم أسطورة ما بين الغنى والفن، وحتى دراسته في الموسيقى كمان أفادت كتير. مع العندليب ضيفتي الإذاعية الزميلة العزيزة بسنت بكر، مذيعة الراديو 90-90. هي مش بس مذيعة، ولكن الحقيقة لما تستمع لبسنت في الراديو تعرف إن هي باحثة متعمقة وأيضا مستمتعة. مع بسنت، أهلا بيك يا بسنت. أهلا شفكي، إزيك؟ يعني طبعا أنا لازم أقول لكل مشاهدينا، بسنت بالنسبة لي مش مجرد زميلة، ولكن في بيني وبينها مشوار عمر جميل. صحيح. ولكن هي دلوقتي زميلة في الإذاعة. أهلا بيك يا حبيبتي. إيه الأسرار العظيمة للعندليب بعد مرور 45 عام؟ ولو مر 95 سنة هيفضل عبد الحليم ليجند. يعني هو أسطورة بيمتلك كل مواصفات الأسطورة، والأسباب كتير. يعني لو حد جه قال لك مثلا أصل ذكاء عبد الحليم، أصل أجندة عبد الحليم وعلاقاته المختلفة، لا 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 لا، المسألة مش هنا خالص. عبد الحليم نقطة، ثم عبد الحليم، ثم نقطة، ثم أي حد تاني.